يذكر العلماء بعض الفروق بين السحر والمعجزة، ما الفرق بين السحر والآية؟ السحر يأتي به كل شخص أو من السحرة، يعني السحر أمره سهل يستطيعه عدد من البشر، أما المعجزة فلا تتأتى إلا من عند الله، ولا يطيقها ولا يتحملها ولا يستطيع الإتيان بها بشر. ثم من الفروق أن المعجزة أو الآية على الأصح يستدل بها على وحدانية الله، أما السحر فيستدل به الساحر لنفسه ليس لتعبيد الناس لله سبحانه، إنما لنفسه عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ.